السلام عليكم البنات، اليوم درت فطوري شربة فيغميسيغ، على هذه حبيت نشاركها معكم. قلت لي ما لا يستفادوا جميع. اول حاجة عندي هنايا زيت، انا حبيته يتقلع. هنا عندي اللحم، حبذا يعني يمكن تخلي الزيت يسخن احسن، انا راني ما خليتوش. وزيد الملح، نزيد له البصل، خلى شوية مع اللحم هذاك. نزيد الطوماطيش هنا، نزيد هنايا حبة طوماطيش غير مسكرة، هنا باش نزيد نسكرفج. عندي 3 حبيبات ثوم نسكرفجهم، يطيبو مع اللحم هذا لأنو يعطيها ذوق محايل مع اللحم الغنمي. يشتي ثوم قبالي، نحطهم عند ليزيبيس. واش عندي؟ عندي هنا فلفل عكري، عندي هنايا قليل من الكمون، وعندي هنا قليل من القرفة. هنايا قرفة راهي شغل هرسة، نحرك هذا الجميع في نفس الوقت. راهو الماء راهو يسخن لي منين، نحب نديرو سخون مع اللحم باش اللحم هذاك يزرب يطيب. هنا واش نزيد؟ نزيد شوية معدنوس، شوية دبشة يطيبو معاه، ونزيد الماء نمرق بالماء تاعي. هنا في هذا طماطيش فقط اللي راهو في ال هنا قبل هنا نسيت برك يتقلى معاهم شوية جزر وحبة بطاطا، تروحها كيما راهي ونغلق عليهم حوالي نصف ساعة أو 20 دقيقة على حسب الكوكوت تاعك. أنا نشوف أنا ندير نصف ساعة نحي يكمل لقى اللحم هذاك طاب. البطاطا وزرودية نحيتهم، راني وجدت الفيغميسيغ تاعي، دوك نديرها في الشوربة تاعي. شوفوا القيس حوالي انا ندير بول بتاع الحليب، شوفوا ما عنديش حسب العائله يعني كل واحد وكيف هذا هنا. خليه يطيب مع اللحم يعقد في الاول، تحركيها وعلى جاله لانه باه ما تلصقش في بعضها، ومن بعد خلاص بعدا تخليها طيب ثم طيبها على نار متوسطه. هاي الشوربة تاعنا يطيب شوية، أنا كنت نحيلها في هذا الجزر والبطاطا وعندي كورجيت، راح نميكسيهم. نجيب شوية صوص نزيدها لها ما تجيش عقدة هكذا. هذاك اللي درتها لاصوص نزيد نصف فقط، علاه؟ لانه اصلا جاتني عقده على هذيك ما نزيدوش كاع. شوفوا كي راهي عقده جات هايله، عندي الملعقه المغرسانه ندير بيه. نخليها غير طيب شويه وبعد تشوفوها في التقديم ان شاء الله. هاي الشوربة تاعنا جاهزة، جات رائعة. شوفوا كيف جات عقدة بالخضار هذيك، اللحم طاب سوا سوا. فقط ما تخليوهاش تطيب بزاف، لانها لو كان طيب بزاف راح تقسم لكم.
هنا انا واش درت معها، هزت معها لي سيغاريت عندي هنا، درت لهم لا شابليغ بيض وفيون داشي، قليتهم جاو محمرين هايلين، تقدري تجوزي بهم مع هذه الشريبه. نتمنى انكم تجربوها تناولوها بالصحه والهنا، وش هي طيبه رمضان كريم.